فلذلك طبعا النص الذي ذكره أدونيس منكر، أتفق مع الأخ عايض أنه منكر، ولكن هذا لا يلغي أساس الاختلاف، لا يلغي أساس الاختلاف. يعني حتى ما روي أحيانا عن النبي أن أبا جهل وطئ على عنقه، أنا أضعفها، ولكن لا يعني رفع أساس أن أبا جهل عدو لله ولرسوله، تمام. ولا يقبل أنه وضع رجله فوق عنق النبي حتى جاء بعض بني هاشم وأنقذه، غير صحيح، باطل ولا يمكن. لكن عداوة أبي جهل للنبي صحيح، تمام. فأحيانا لا نتمسك بشيء يعني جزئي منكر، هذه الطريقة ليست، البحث يرفض هذا. البحث يجمع الروايات وينظر الألياق وينظر القرائن وينظر الحواضن وينظر التاريخ وينظر الدلائل من هنا ومن هناك ويدرس الجميع. وقد يبقى زمنا، أنا بقيت زمنا طويلا بالسنوات، كل مرة أكتشف شيء، أسدد شيء، أرجع عن شيء إلى آخره.